السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة أخرى من إصنع مستقبلك وافتتامات ديال السلسلة ديال الإيكوميرس لوكال. فنتمنى تكونوا تفرجوا الحلقات اللي قبل باش تعرفوني فين وصلت وتكونوا فاهمين معايا بدقة بدقة، لأنه مشروع زوين وماشي صعيب بزاف، إنما خاص إنسان يفهمه ويعرف بقى يطبق بشوية حتى يولي غادي فيه مزيان. اليوم غادي نهضروا على الإشهار وصناعة الإشهار، وهو السبب اللي تيخلي المبيعات ديالك يا إما ما تتباعش أو لا تتباع غير شوية أو لا تتباع مزيان ويكون الأرباح كثيرة. فالإشهار كيلعب واحد الدور كبير في الشركة ديالك أو في التجارة ديالك، وعنده طرق ديالو خاصة اللي خاصك تتعلمها وتكون كتقنها. حلقة غنية بالمعلومات اللي ماشي سهل باش تلقاها واجدة، فبغيتك تهز الدفتر ديالك والستيلو وتخيط كاع هاد المعلومات، لأنها غادي تنفعك حتى لما طبقتيهاش في التجارة ديالك أو لما كنتش كدير التجارة، فغادي تخلي الثقافة ديالك في الإشهار تكون واضحة أكثر. نبدأ الحلقة ديالنا على بركة الله. الحلقة اللي فاتت كنت هضرت على المنتوجات وبعض الأماكن اللي نقدروا نلقاو فيها منتوجات اللي مطلوبة وبثمن رخيص. فمن بعد ما تلقى المنتوج ضروري باش تبيعوا للناس خاصك الإشهار، والإشهار أو الإعلان هو واحد البحر اللي كبير وفن، حيت كيحاول يوصل للنفسية ديال الإنسان وكيحاول يأثر فيها كيفاش تقدر تقنع واحد الإنسان ياخذ من عندك هذاك المنتوج بسبب هذاك الإشهار. وللأسف الناس ديال التجارة غالبا في المغرب ما تعطوش أهمية للإشهار، وتيقول لك رزاق الله الحاجة اللي بغات توصلك غادي توصلك، ما عارفينش أن العلم كيتطور والعالم كله خدام غير بالإشهار. فكاين طرق كثيرة غادي نحاول ما أمكن نبسط لكم هذا الدومين باش تعرفوا كيفاش تصاوبوا إشهار محترف للمنتوجات ديالك. فالإعلان أو الإشهار هو اللي كيهضر في بلاصتك، مثلا فاش كنشوفوا في المعارض أو في أي تجمع كتلقى شي واحد حاط شي منتوجات وكيبقى كيشرح لك ان هذا كيليق لهادي وما كيليقش لهادي، وانه كينفع بزاف. كذلك في التلفازه شحال من خطره شفنا كيجيبوا شي مختص في شي منتوج وكيبقى كيهضر عليه والفوائد ديالو. بالنسبه للاشهارات انت ما كتهضرش، انما الاشهار هو اللي كيهضر في بلاصتك وكيفاش الناس غادي يشوفوه ويقتنعوا به ويقدروا ياخذوا من عندك المنتوج ديالك. فاول حاجه كما ذكرت في الفيديوهات السابقه خاصك تصاوب واحد الفيش تكنيك على المنتوج ديالك. لقيت البرودوي عجبني، لقيت المنتوجات اللي غادي نخدم عليها عجبوني، خاصني ندرسهم، يعني المكونات ديالهم، الاحجام ديالهم، الشكل، اللون، المصدر، اي حاجه عندها علاقه بالمنتوج ديالي خاصني نقيدها ونحطها قدامي. الحاجه الثانيه هي كنمشي نشوف المنافسين اللي عندهم نفس المنتوج ديالي في الفيسبوك. راه كتكتب في الريسيرش اي حاجه عندها علاقه بالمنتوج ديالك غادي تلقى بزاف ديال الاشهارات بحال المنتوج ديالك. غادي تمشي للبلاصه لي كومونتير اللي كاينين في دوك المنتوجات وغادي تدخل لهم وغادي دير واحد التحليل خاص بهم، يعني كتشوف التفاعل ديال الناس كيفاش، واش جاهم الثمن غالي، واش عجبهم الحال وكل شيء بغا، شنو كثرت الاسئله اللي كيطرحوا في هذاك المنتوج، واش كاين اللي خداه وتشكى منه انه ما خدامش ليه. يعني الا لقيتي 200 300 900 كومونتير 1000 كومونتير خاصك تقراه بواحد بواحد باش تدرس المنتوج ديالك، يعني هذه واحد الخطه ذكيه ما كتخلص عليها حتى شي حاجه. واحد خلص الاشهار وتفاعلوا معاه ناس كتاب، فهذوك الناس اللي تفاعلوا معاه خاصك تستافد منهم نتايا، انك غادي دير واحد الخلاصه وتعرف كل شيء واي حاجه كتعلق بهذاك المنتوج باش انت تلقى ليها الحل. فاش دير انت الاشهار ديالك هذوك الاخطاء اللي طاح فيهم المنافس ديالك ما غاديش تحطهم نتايا، وغادي تعرف كيفاش تجاوب الناس باش تسهل عليهم وتخليهم اكثر يقتنعوا بالمنتوج ديالك. وباش نكونوا واقعيين اكثر، الاشهار في الثقافه العربيه عامه وبالخصوص المغاربه، حنا المغاربه ما كنتقبلوش الاشهار بزاف لانه كيجينا كانه استفزاز او لواحد النوع من النصب، والدليل هو انه وقتاش ما كان شي اشهار كيطلع لينا كنحاولوا ندوزوه دغيا، يقدر يكون كينفعنا ولكن بما انه اشهار دونك هادو بغاوني نشري من عندهم شي حاجه وبالتالي غادي يربحوا معايا، اذا هادو غادي ينصبوا عليا. هذه ثقافه خاصنا نعترفوا بها، والدليل هو انتم فاش كتفرجوا في لي فيديو ديالي فاش كيطلعوا الاشهارات راه دغيا كتحاول تدوزها، لان شحال من واحد كيعتقد انها كتخلق ليه ازعاج، وهذه ثقافه خاطئه. خاصنا نعرفوا ونامنوا انه هذا العالم كله عايش بالاشهار، يعني الا كنت في اي بلاصه وشفت الاشهارات خاصني نتقبلها عادي. ومساله ديال الناس انهم ما كيتقبلوش الاشهار راه عالميه، والبيع ما تيكونش بديك الطريقه اولا داك الشيء اللي كانوا كيتمناو الشركات، فلهذا تطور الاشهار ولا بطريقه غير مباشره، يعني انه كاين الاشهار المباشر والاشهار غير المباشر. الاشهار المباشر هو هذا اللي كنهضروا عليه، انه كيطلع لك واحد الاشهار او الاعلانات اللي فلاير اللي كتشوف مثلا في الشارع، هذوك الاوراق اللي كيتفرقوا، الاعلانات اللي كيطلعوا لك في الجناب ديال لي باج اللي كتحل في الانترنت، هذو كيتسموا اعلانات مباشره او اشهار مباشر. الاغلبيه ديالهم ما كيتقبلوش وكيحيدوه دغيا، لكن الاشهار غير المباشر
هو اللي كيجيب المبيعات كثيره في العالم كله، ما معنى غير مباشر، هو كيدخلوا لك في العاطفه ديالك اولا في داكشي اللي كتفرج فيه. بحال مثلا شي فنان اللي تيكونوا تعرفوا بشي اغاني اللي مشهوره كما كنشوفهم في التلفازه، كيحاولوا ياخذوا نفس الاغنيه ديالهم وكيبدلوا الكلمات وكيديروا الاشهار لشي شركه بنفس النقد كانها اغنيه، باش انت تدخل لك في الدماغ ديالك الاغنيه كتحفظها وكتحفظ معها حتى داك الاشهار وكتولي ما عمرك كتنسى ديك الشركه ودائما على فمك. كذلك في الافلام اللي كنتفرجوا فيها كتلقى دائما كتكون عمره كامله بالاشهارات، يعني فاش كتدخل للدار فاش كتشوف النوع ديال اللباس اللي كيلبسوا ولا فيه شي علامات الطوموبيل اللي كيسوق هذاك البطل في هذاك الفيلم، اولا كتشوفو كيجاو في التليفون وكتلقى مثلا ايفون اولا سامسونج اولا يعني اي حاجه كتحط في هذاك الفيلم راه تحطات عمدا وتخلصوا عليها فلوس باش نتايا كتفرج ما يمكنلكش هنا تدوز الاشهار، انما انت كتستمتع بهذاك الشيء اللي كتشوف فيه وبطريقه غير مباشره كيترسخوا لك هذوك لي مارك وهذوك الشركات اللي كتشوف دائما في الحلقات ديال المسلسلات اولا في الفيلم او اي حاجه. ومن الطرق كذلك ديال الاشهار بطريقه غير مباشره هي صناعه المحتوى، يعني هذيك الشركه اللي بغات دير الاشهار كتصنع محتوى، هي كدير واحد الفيلم ولا واحد السلسله. ولا رجعتوا ل 2018 كانت بدات واحد السلسله معروفه سويتشر اللي كتهضر على واحد القصه، لكن وقتاش ما جبدوا هذوك الممثلين التليفون ديالهم كيبان اللون ديال الشركه ديال انوي، واي اتصالات واي حاجه كتبقى كتلقى نفس الشركه هي اللي كتطلع عندك، باش انت كتفرج واحد السلسله رائعه ما يمكنلكش تفلت ولو دقيقه منها، وتما كيقدروا هما يعطوك الاشهارات اللي داخله مع داكشي اللي كتفرج ما يمكنلكش تحيدها كما كيوقع في الاشهار المباشر. لكن الاشكال ديال الاي كوميرس هو انه ما يمكن ليناش نديروا الاشهار الغير مباشر، اولا باقي ما وصلناش لهذاك المستوى باش نقدروا نديروه. فالاغلب ديال الاشهارات ديال الاي كوميرس هي كتكون مباشره. نتمنى هادشي اللي قلت لكم لحد الان توضح عندكم الصوره على شحال من واحد ما كتجيش المبيعات واخا تيكون الاشهار، لانه راه الناس كيدوزوا هذاك الاشهار وما كيتفرجوش فيه. اذا السؤال اللي غادي تطرحوه هو كيفاش ندير اشهار مباشر ويجيب لي مشاهدات ويجيب لي مبيعات. فسواء كان هذا الاشهار عباره عن صوره يعني شي فلاير او لا ايماج او فيديو، فخاصك تركز على نقاط اللي مهمه بزاف. اول حاجه هو المنتوج، ما يمكنلكش تجيب منتوج عادي ودير ليه الاشهار ديالو غادي تبيعه، لان الناس طلع ليها في الراس هذوك المنتوجات العاديه اللي دائما كيشوفها. لهذا خاصك تركز اول حاجه قبل ما تدوز الاشهار على شي منتوج اللي يكون مطلوب وقليل، واللي بغى يفهم اكثر في المنتوجات راني درت الحلقه السابقه اللي غادي تطلع عندكم دابا تفرج فيها مزيان، راه فيها اسرار وهي باش خدام انايا لحد الان. فالمنتوج كيلعب دور كبير، خاصك تجيب منتوجات في الوقت المناسب باش يتم البيع مباشره في وقت وجيز، لانه فاش كيطلع الاشهار وكيبان منتوج اللي ما عمرنا شفناه الاغلبيه كيتفرج في هذاك الاشهار وكيبغي يشوف هذاك المنتوج اكثر. اما الا شفت اشهار عادي فدغيا غادي ندوزو. هادشي علاش قلت من اهم الشروط هو خص يكون عندك المنتوج زوين. الحاجه الثانيه هي الفئه المستهدفه، الناس اللي غادي تستهدف في هذاك البرودوي اللي بغيتي تبيع لهم، كي دايره العقليه ديالهم وكي دايره الثقافه ديالهم، واش الناس اللي شعبيين، واش الناس اللي عندهم واحد المستوى مادي كبير، واش هو منتوج خاص بالناس الكبار او لا منتوج ديال الشباب. خاصك تدرس الفئه المستهدفه مزيان، لان كتلعب دور لمن بغيتي توجه هذا الاشهار هذا اللي يقدر يتحمله ويتفرج فيه. فمثلا الا درت اشهار لشي برودوي اللي غالي مثلا ديال 4000 درهم ولا 6000 درهم، فنقدر يشوفوا واحد الطبقه المتوسطه غادي يتفرجوا لك في الفيديو ديالك وغادي يعجبهم هذاك الاشهار وغادي يتفاجئوا فيه، غادي يقدروا يعلقوا ويقول لك واه تبارك الله شحال زوينه هذه، لكن الهدف اللي بغيتيه انت ما وصلتيش ليه هو المبيعات. علاش؟ لانك وجهتي الاشهار ديالك لواحد الطبقه اللي ما عندهاش القدره باش تاخذ هذاك المنتوج. فالشرط الثاني ديال الفئه المستهدفه مهم بزاف. الحاجه الثالثه هي صناعه المحتوى، صناعه المحتوى شي حاجه اللي مهمه والاغلبيه في المغرب ما كيخدموش عليها، مؤخرا شفت شركات بداو تركزوا عليها. صناعه المحتوى هو انك ما كتبقاش كتبان غير شركه كتبيع، انما كدير محتويات اخرى عندها علاقه بنفس الميدان ديالك. بحال مثلا الشركات اللي كيديروا مثلا توزيع على ليفريزون في هاد الايام هذه ديال هاد الوباء هذا، ولاو كيصنعوا محتوى ولاو كيعطوا مثلا احصائيات ديال اخر مستجدات ديال هاد الوباء، ولاو كيديروا مثلا توعيه، ولاو كيديروا مثلا توزيع بالمجان بزاف ديال الامور باش الناس يعرفوهم ويتفاعلوا معهم. هذا كيتسمى محتوى، جماهير كثيره كتولي كتجرها بالمحتوى ديالك. فما تخليش الصفحه ديالك او السطور ديالك اللي باقي غادي نهضروا على هذا الشيء ووسائل التواصل الاجتماعي ديال الشركه ديالك ولا ديال التجاره ديالك يكون خاص غير بالبيع فقط، انما ضروري خاصك دير اعمال اخرى بالموازات اللي كيتسمى واحد المحتوى اللي يكون كيصب في نفس البرودويات ديالك، تعطيهم معلومات توريهم اخر مستجدات، الناس كيعجبهم يتفاعلوا مع هذا الشيء وكيحسوا ان واحد الجهه اللي كتعطيهم معلومات واحد المحتوى اللي زوين كيبقاو كيتفاعلوا معاك، ومن بعد
نسبه كبيره فيهم كيوليو زبناء وكياخذوا من عندك السلعه. علاش؟ لانهم تعرفوا ان هذا المصدر هذا عنده معلومات كبيره وعارفه شنو كيبيع، بخلاف الا كانت غير صفحه كدير غير المنتوجات والاثمنه والبيع والبيع والبيع، الاغلبيه ما تيبغيش يدير لها جيم ويبقى دائما كيتبعها، لان تعرف داك الشيء فيه التجاره. اذا صناعه المحتوى شي حاجه اللي مهمه بزاف. النقطه الرابعه اللي خاصك تركز عليها كذلك هي اللغه. اي اشهار بغيتي تخدم عليه شوف اش من اللغه كتليق، واش غادي تخدم باللغه العربيه ولا اللغه الفرنسيه ولا بالدارجه. الا كان واحد المنتوج اللي شعبي وكتبلي به فئه كبيره خاصك تهضر بالدارجه باش كلشي يفهمو. كانت شي حاجه اللي كلاس وخدام على واحد الطبقه معينه، من الاحسن خاصك دير اشهار بالفرنسي، لانهم كيحسوا بالثقافه ديالهم كيشوفوها في هذاك الاشهار. كانت شي حاجه اللي تخدم بها في الدول العربيه يمكن لك تستعمل اللغه العربيه اللي كيفهمها كلشي، يعني حتى اختيار اللغه كيلعب دور في التجاره ديالك. هاد المعلومات هادو اللي تنقول خصكم تعرفوا ان الزبون اللي غادي يقدر يشري من عندك ولا في هاد العصر هذا ذكي، اللي هو انت وانا راه كلنا كنتقداو السلع اللي كتخصنا، لهذا الاغلبيه ولا ذكي. قبل كان الاشهار في الساتيليت فقط، كان كيبان في التلفزه ما كنعرفوش الاصل ديال هذاك المنتوج او لا بشحال باش يتقام بالجمله، يعني ما كتكون عندك حتى شي فكره. يبيعوا لك بثمن غالي ولا برخيص، انت فاش كتحتاجو كتشري. دابا لا، دابا سهلت القضيه ولا الانترنت، فاش كيشوف عندك شي منتوج كيمشي كيبحث عليه في علي بابا او في امازون وكيشوف الثمن الحقيقي ديالو، فكيدير واحد الاستيماسيون في دماغو، تيقول هذا الثمن هكا داير، دونك الا جا المغرب هاد الديوانه، وكيحاول يشوف شحال تقريبا غادي تربح معاه. خصك تعرف كيفاش تتعامل مع هذه المساله هذه، وكيفاش تجيب منتوج اللي يقدر يشريه بلا ما يبقى يفكر بزاف. هادشي علاش واحد المجموعه ديال المختصين في التسويق ولاو ما كيسموهش كونسوماتور يعني مستهلك، انما ولاو كيسموه كونسوماكتور يعني واحد المستهلك اللي ذكي وفنان وما ديرهاش به. يعني بهذه العباره هذه ما ديرهاش به، خاصك تلعب على هذه المساله هذه وما تحاولش تخدع الناس في الاشهار ديالك اولا في المنتوج ديالك. بالنسبه الى بغيتي تصاوب فيديو، الفيديو خاصك تركز على المده ديالو، واهم وقت في الفيديو هي دوك الخمسه ديال الثواني الاولى. الا شفتوا في اليوتيوب فاش كيطلع لكم شي اشهار كتلقى خمسه الثواني ويمكن لك تدوزو، يعني تيقول لك انه في ديك خمسه الثواني يقدر يقتنع هذاك المشاهد باش يتفرج الاشهار ديالك او لا غادي يدوزو دغيا. يعني ركز على خمسة الثواني الاولى، لانه الاغلبيه كيشد التليفون كيبقى كيدوز، ففاش كيطلع عنده كيبان ليه الفيديو يلاه كيبدا، ديك 3 4 5 ثواني هي اللي غادي تخليه يكمل الاشهار ديالك ويشوف شنو كتبيع نتايا، او لا غادي يدوز ومشارك الاشهار والفيسبوك تتخلص من هذيك الشوفه اللي شاف هذاك وما تفرجلكش في الاشهار ديالك. يعني خاص ديك خمسة الثواني الاولى تكون اتيرونت، يعني كتلفت الانتباه لاي واحد طلع عنده الاشهار ديالك. ومن الاحسن دير واحد ثلاثه ديال لي فيديو على نفس المنتوج، يعني دير مثلا واحد فيه 20 ثانيه، واحد فيه 40 ثانيه، واحد فيه 60 ثانيه. دائما فاش كتبغي دير التجاره الالكترونيه راه كتيستي وما كتعرفش شكون اللي غادي يصدق لك. نتايا كتحاول تجرب واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الاشهارات وكتشوف شكون اللي كيجيب لك المبيعات مزيان هو اللي كتركز عليه. فكندير واحد المده ديالو صغيره، واحد متوسطه، واحد طويله، وبعد 3 ايام كنقراو الداتا ديالنا، كنشوفوا شكون هو الفيديو اللي تفاعلوا معاه مزيان، شكون الناس كملوا المشاهده ديالو، شكون الناس اللي شافوا غير شويه وحيدوه، باش نشوفوا شكون هو اللي كيجيب لنا المبيعات. كنديزاكتيفو هذوك الفيديوهات الاخرين وكنخليو هذاك فقط اللي شفنا الناس تفاعلوا معاه واعجبهم، وكنزيدو نخلصوا عليه وكنحاولوا نجيبوا المبيعات كثيره في النهار. بالنسبه للصوت او نبره الصوت، النبره ديال الصوت خصها تكون واضحه. واش خاص يكون راجل او لا امراه؟ ماشي بالضروره الا في حالات خاصه. مثلا كان شي منتوج خاص بالنساء اللي ما يمكنش يكون راجل كيهضر عليه، هنايا ضروري خاص تكون بنت او امراه هي اللي تهضر في التعليق الصوتي وتشرح هذاك البرودوي مزيان، او العكس الا كانت شي حاجه خاصه غير بالرجال هنا ممكن يكون راجل هو اللي ديرو في التعليق الصوتي يهضر على هذاك المنتوج. اما اذا كانت شي منتوجات عاديه اللي كنستعملوها كاملين، هنا اي واحد اختاريتيه راه خدام مزيان خاصه تكون النبره ديال الصوت تكون واضحه. كذلك السرعه ديال الكلام، الا كنتي خدام على الناس الكبار خاص تكون كلام معقول ومرزن باش الناس كيفهموه، كتمشي بالعقليه ديالهم، كيبغيو كل حاجه تمشي بشويه بشويه. اما الا كان شي برودوي اللي عنده علاقه بالشباب بزاف، الشباب كيبغيو شي حاجه فيها الحماس وكيبغيو شي حاجه اللي فيها التحفيز، والثالث السرعه ديال الكلام كتكون شويه مزروبه، لان الطريقه ديال الاستيعاب ديال الناس الصغار كتكون بسرعه فكيفهم دغيا شنو كتقول ليه، بخلاف الا درتي ليه شي واحد كيهضر ثقيل كيقول لك هذا جاب لي النعاس ما غاديش يعجبني هذا البرودوي هذا. يعني خاصك تعرف كل حاجه تحطها في المكان المناسب ديالها باش يطلع عندك اشهار يكون محترف. وبالنسبه للسيناريو ديال الفيديو كيفاش غتخدمه، كخلاصه
خاصك دير فيديو اللي تخلي هذاك الناس اللي محتاج لهذاك البرودوي يحسوا بالمنفعه ديالو. ففاش كيشوف هذاك الاشهار كانه حل ليه، فاش كيشوف شي واحد كيجربو كانه هو اللي كيجربو. خاصك تحاول توصلو لهذيك القناعه وتفتح ليه الشهيه لهذاك المنتوج باش يقدر ياخده، وخاصو يجي في الوقت المناسب. مثلا هذا الاشهار هذا اللي طالع عندكم دابا كما كتشوفوا عباره على واحد التيو اللي كيرش الماء. لافونتاج ديالو انه فيه بزاف ديال الطرق باش ترش الماء من جهه بخار قليل، وكذلك الميزه الكبيره ان فيه واحد البلاصه من تحت، واحد القرعه من تحت اللي كدير فيها البرودوي اللي بغيتي. فالناس اللي داروا الاشهار ديال هذا المنتوج مثلا استغلوا هذه الظرفيه انه اللي عنده طوموبيل ما يمكنش ليه يغسل طوموبيلته، لهذا خاصك تغسل طوموبيلتك براسك. فيمكن لك دير فيها مثلا تيد وتغسل الطوموبيله ديالك، فاش كتبغي توقف هذاك التيد كترجع اللعيبه اللور وكيتحبس التيد وكيبقى كيخرج غير الماء. كذلك باش تعقم الدار ديالك والجرده ديالك يمكن لك دير البرودوي ديال التعقيم بحكم هذا الوباء هذا، وكترش الدار ديالك كامله والدخله ديال الدار والطوموبيله ديالك. يعني منتوج اللي مطلوب بزاف في هذه الظرفيه هذه وسهل تيحل المشاكل. الاغلبيه اللي تيشوفوا هذا المنتوج هذا تيبغيوه لانهم محتاجينه بزاف. كذلك الاشهار اللي طالع لهاد الايامات ديال رمضان ديال رامز جلال اللي كيدير كاميرا خفيه او مقالب لبعض الفنانه، الا شفتوا الاشهار ديالو تمعنوا فيه مزيان كيفاش مصاوب باحترافيه اللي تيخليك تشتاق باش تفرج لهذاك الشيء اللي كيدير. وخا داك المحتوى اغلبيه ديالو ما كيعجبهمش، خصوصا انه كيكرفص هذوك الممثلين، كاين اللي تيقول لك راه متفق معاهم، لا حنا ما تيهمناش هذاك الشيء، اللي مهم هي نسبه المشاهدات. فنسبه المشاهدات علاش طالعه في هذاك البرنامج؟ لان الاشهار اللي داروا ليه محترف جدا، لانهم كيستعملوا واحد الصوت كيبينوا الصور ديالو كيفاش كيغوتوا هذوك الفنانين وكيدوروا، خلاوك تشوق تعرف شنو اللي كاين. ما بينولكش انه مثلا تيكون معاهم وكيبقى كيدورهم في هذاك الروبو او لا كيقول لهم اجوا لعندي وكيطيحوا في هذاك الماء، لا انما هز لقطات ديال الغوات ديالهم، والوقت فاش تيبكيو، الوقت فاش كيضحكوا، الوقت فاش تيغنيو، والوقت فاش كيطيحوا في هذاك الماء باش انت تقول واو هذا الشيء شي حاجه اللي زوينه بزاف. وبالرغم انك تفرج الحلقه الاولى ما كتعجبكش، كتفرج الحلقه الثانيه ما كتعجبكش، اشنو كيديروا فهاد الظرفيه هادي؟ كيكثروا هذاك الاشهار بزاف باش انت تعاود تشوف وتعاود تحيا فيك هذيك الرغبه وهذيك الشهيه باش تفرج، كتقول ربما الحلقه الاخرى تكون زوينه وتكون شيقه. وهذا الشيء كله وهذا التفاعل وهذا الشيء كله اللي واقع بسبب الاشهار، لانه يعني لو كان ما داروش هذاك الاشهار بهذيك الطريقه بزاف ديال الناس ما غاديش يقدروا يتفرجوا فيه. فالسيناريو ديال الاشهار مهم بزاف وكيفاش تقدر تجبد الناس يتفرجوا في المنتوج ديالك. بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا على الصوره، الصوره غادي نقول شي معلومات اللي كتبان شي شويه غريبه. الاغلبيه كيركز على الجماليه ديال الصوره، وهذا خطا. في التجاره ما كتبغيش دير شي اعلان فيه شي جماليه زوينه، انما خاصو يكون واضح وتكون الصوره اكثر من الكتابه. ما ديروش الكتاب، لان في علم الذاكره الناس كيعقلوا على الصور اكثر من الكتاب. فمثلا الا حاولت تفكر شي دواء كنتي كتستعملو مثلا هذه شهرين او 3 شهور او العام اللي فات، صعيب باش تقدر تجبد الاسم ديالو اكثر مما تقدر تعقل على الشكل ديالو او اللون ديالو. انا يعني دائما الصوره كيبقى عقل عليها الدماغ ديالنا، اما الكتابه كتمشي. لان يعني الاغلبيه تيديروا خطا كبير، هو كيشدوا هذاك الفلاير او هذاك الاعلان سواء في الانترنت او لا في الواقع، وكيبقاو كيكتبوا كيكتبوا كتلقاها بحال شي جريده. حنا شكون؟ ها شنو كنبيعوا؟ ها المنتجات ديالنا؟ ها الارقام ديالنا؟ وكيولي عامر بزاف بالكتابه، هذاك الشيء ما كيجبدش الناس وما يقدرش يقراو هذاك الشيء كامل. انما شنو خاصك تكتب في هذيك الصوره ديالك؟ خاصك تكتب الرساله اللي بغيتي توصل للناس، الرساله هي الاهم. اما التفاصيل يمكن لك ديرها في التعريف او لا في اول تعليق، او لا كاينه بلاصه ديال الانسان فاش كيشوف هذيك الصوره بهذيك البساطه وبهذيك الرساله كيعجبو الحال، كتخليه يتشوق وهو يقلب على هاد المنتوجات وشكون هما هاد الناس اللي كيخدموا بهاد الطريقه هادي اللي كتبان بسيطه بزاف ولكن كتدخل لينا الاعماق ديالنا. يعني الصوره تكون واضحه وبسيطه، وكذلك الكتابه ما تكونش كثيره، انما تكون فقط غير الرساله اللي بغيتي توصل كما كتشوفوا في هاد الامثله اللي طالعه عندكم. من الحوايج الاساسيه اللي خاصنا نعرفوا كذلك هو الطريقه باش خدام الفيسبوك او لا اسرار ديال الفيسبوك. الفيسبوك كيبغي اي حاجه عندها علاقه التفاعل، فاش كتحط شي بوست مثلا وكيوليو عليه تفاعل كيحاول هو ما امكن يزيد يوصلها للناس اخرين، وكيعرض عليك راسو انه ممكن يشهرها لك بثمن اقل. بالعكس انك الا كنتي كتحط شي حاجه
ما كاينش عليها تفاعل، واخا كتخلص عليها كيجيب لك ناس قلال اللي كيتفرجوا فيها، لانه تعرف ان هذاك المحتوى ما زوينش. خاصك تعيق بالسير ديال الفيسبوك باش تعرف كيفاش بقا دير الاعلانات ديالك باقل تكلفه وبتفاعل كبير. للاسف ناس ما كيديروش هذا الشيء، كيديروا اعلان تعمروه بالكتابه كيرونوه وكيحطوه تيخلصوا عليه وكيتسناو المبيعات كثيره. فلا، خاصك تصاوب واحد 3 ولا 4 ديال النماذج ديال الصور تكون كما قلت بسيطه وفيها رساله، كل وحده بلون مختلف، التعريف يكون زوين فيه لي ديتاي ولكن ما تكونش فيه الكتابه بزاف، وكتحطهم عندك في الباج كيتفاعلوا معهم الناس، اولا كتخلص عليهم في الفيسبوك ادز وكيتشهروا. واحد 3 ايام كتشوف شكون اللي كيتفاعلوا مع الناس بزاف، كتلغي الاخرين وكتخلي هذاك الاشهار باش يجيب لك مبيعات كثيره. الفيسبوك تيبغي شي حاجه تكون بسيطه ويكون عليها تفاعل، هو كيتعاون معك لانه هو باش ينجح القاعده العامه هو خاص يكون تفاعل، اي حاجه فيها تفاعل كيحاول ينجحها. من الحوايج كذلك الاساسيه اللي خاصك تعرفها الا بغيتي دير المنتوجات ديالك وتحط الاثمنه ديالهم، هو انك خاصك تلعب على النفسيه ديال الناس. مثلا دائما كدير الثمن الاصلي ديالها باش كانت والثمن ديال التخفيض، لان الناس فاش كيشوفوا التخفيض نفسيا كيحاولوا ياخذوه. حاولوا ديروا الثمن الاصلي بالفاصله والحجم ديالو يكون كبير، وفي التخفيض ديالو حاولوا تصغروا الحجم ديال الكتابه، كذلك حيدوا الفاصله فاش تيبان صغير. هنايا بلا ما يشعر الانسان تيبان ليه فرق كبير بين هاد الثمن الاصلي وهاد الثمن باش ولات كتباع، وهذه من الحوايج اللي كتزيد المبيعات. فاي واحد مهتم بهذا المحتوى هذا وبغاني نزيد نعطي فيه يخلي لي تعليق يقول لي الراي ديالو في هذه الحلقه هذه، سواء اللي محترف التجاره او اللي يلا مبتدئ، واش تعلمتوا شي حاجه في هذه الحلقه؟ اللي عنده اسئله وبغى يتواصل معايا الانستغرام دائما تنخليه في صندوق الوصف، وكنحاول ما امكن نجاوب على الرسائل باش نحاول نكون قريب لكم اكثر ونحاول نوصل لكم المعلومه. كذلك غادي نبقى نحط معلومات مهمه فيديو صغير اللي ما يمكنليش نحطو في القناه، انما غادي نحطو في الانستغرام. لهذا اللي بغى يستافد اكثر راه غادي يلقى معلومات كثيره في الحساب ديالي اللي كاين في صندوق الوصف. نتمنى الحلقه تكون عجبتكم، نتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله اللي غادي نهضر على الحمله الاعلانيه والفيسبوك ادس واي حاجه كتعلق بهذه الامور هادو. في امان الله.